رجعنا معكم التسعين دقيقة وينضم لنا عبر الهاتف سي محمد الهاشمي الحامدي من لندن. محمد الهاشمي الحامدي رئيس طيار أو مؤسس طيار المحبة. مساء الخير سي الهاشمي. مساء الخير، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. يعطيك الصحة سي محمد الهاشمي الحامدي. نحب نعرف موقف طيار المحبة الآن، وين يتموقع بالضبط، شنو موقفه من الحوار الوطني ومن تعطيل الحوار الوطني في نقطة أولى معك. نحن ما شاركناش في الحوار الوطني، تم إقصائنا منه حسب الانتخابات بتاع 2011. أنا رشحت قوائم وخذيت المركز الثاني من جهة الأصوات وثالث من جهة المقاعد. القوائم اللي رشحتها خذيت 28 مقعد، فارق مقعد على المؤتمر من الجمهوري. مع ذلك في برشا أحزاب شاركت في الحوار الوطني بمقاعد خذاتها من العريضة الشعبية في ما يسمى بالسياحة الحزبية. ما نظنش اللي تونس أمورها تمشي لقدام وتتطور لما يكونوا نواب معناها ماشيين بالسياحة الحزبية يترشحوا ببرنامج ويتكلموا ببرنامج تاني. فهذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية أنه طلب منا أن نوقع بشكل مسبق على خريطة الطريق، وإحنا رأينا خريطة الطريق ليست هي الحل الأمثل للأزمة الحالية. أول شيء بين قوسين اسمها منحوس مشوم، يعني اسمها هذا اسم الخريطة الطريق متاع محمود عباس أبو مازن والفلسطينيين مع الإسرائيليين تو من عام 1993 ما صوروا حتى شيء. أما في الموضوع تختلف، أما في الموضوع لا، الاسم نفسه مرات الاسم نفسه مرات عنده معنى، بس على كل حال في جوهر الموضوع ثم حل كامل موجود ولازم تصحح عليه باش تدخل الحوار. الحل هذا مش حل واقعي ومش حل عادل، ممكنش تونس تتحل أزمتها الحالية بحل ظالم. ليش ظالم؟ معني راني بالمناسبة نشوف شوية ربما البث، أنا يجيني هنا في لندن نشوف شوية تقطع إن شاء الله ما يكونش يعني في البث في تونس كذلك. المهم الحل ظالم لأنه يقصي الشعب التونسي من المعادلة تماما. يعني أنه الإخوة اللي حاضرين بحذاك توا في الاستوديو اللي نحترمهم كل بيمثلوا أحزاب مختلفة وزنها متفاوت، ثم شكون عنده مثلا 10% في الرأي العام التونسي حاليا أو 30% أو 0.1%، والناس كل يولوا كبعضهم، والشعب نفسه ما عندوش، أنت نفسك كمذيع تولي البرنامج ما عندك صوت وما ما عندهمش نية لا ترويكا لا جبهة الإنقاذ باش يشركوا الشعب التونسي في الحل. احنا رأينا الحل العادل كتيار المحبة، وقلت وأنا دائما باستمرار في وسائل الإعلام في بيانات صحفية وقلت في قناة المستقل لأنه أفضل حل الشرعية متاع المجلس التأسيسي. أنا نوافق المعارضة أن الشرعية ذي تآكلت، وهو المجلس هذا أصلا من الأول قام على الباطل وعلى الظلم، لأنه أول مرة أنت نسيت قام على إقصاء العريضة الشعبية وتيار المحب، فهو كربي سبحانه أعطاهم على قد قلوبهم، بدأوا بظلمنا وإقصائنا وعملوا غارة على النواب اللي رشحتهم يتفرجوا، ولا حد اعترض ولا حد احتج. وقتها أنا طلعت بيان جبهة وكالة الأنباء قلت راه هذه من الناحية الأخلاقية يسقط شرعية هذا البرلمان، يبقي له شرعية قانونية بس أخلاقيا شغال بالباطل وبالمال الحرام يعني بالأصوات الحرام. المهم أنا نوافق المعارضة اللي في جبهة الإنقاذ على أن الشرعية الحالية صراحة شرعية منتهية. أي لكن شو الحل؟ شنو الحل اللي راح؟ الحل شو؟ لما تكون شرعية انتهت كيفاش نبدلوها؟ أول فرق بيني وبين المعارضة بالضبط وين؟ نداء تونس يقول والمجموعة اللي معها في جبهة الإنقاذ يقولوا نبدلوها بشرعية توافقية. نجتمعوا نحن في طاولة كيما الاستوديو اللي عندك أنت ونتفاهموا، ولا نمشي لسراج الغنوشي يحكي مع سلباجي قائد السمسي في فرنسا ولا في الجزائر ويعملوا قسمة. احنا نقولوا هذا تعدي على الشعب، هذه وصاية على شعب تونس واضح اللي حرر هؤلاء السياسيين واعطاهم حق الاجتماع. واضح سي الهاشمي، لو سمحت لي مساج خلينا نعبر على فكره. لا بشي معك نقطه اخرى تنرجع طبعا ما زلنا مش كمل معنا راهو مش كمل معنا الحوار. 30 ثانيه نكمل لك الفكره هذه. تفضل تفضل. عايش خويا. بدل ما نستمر في هذا الحوار الذي لا ينتهي، بالمناسبه الخلاف على رئيس الحكومه وبعده شهر اخر خلاف على وزير الدفاع وعلى وزير الداخليه وعلى وزير العدل، نركزوا كل حوارنا على المضي للانتخابات التشريعيه مبكره تعطي الشرعيه لحكومه جديده هي تسير شؤون البلاد وهي وبرلمان جديد هو يكمل الدستور وتنحل مشكله تونس والناس كلها احباب واخوان واولاد بلاد واحده وعائله واحده. واضح سي محمد الهاشمي الحمدي. فما نقطه اخرى هي نقطه تنقيح النظام الداخلي واللي فيه رات فيه المعارضه انقلاب على على على, على سلطه ربما المجلس التاسيسي ورئاسته. طيار المحبه شنو موقفه منها؟ تو بالنسبه للاخوان في المعارضه هم في الاول قالوا نحب نحلوا المجلس الوطني التاسيسي، وتوا في برنامجك انت كنت نسمع فيهم في برنامجك انت يقولوا انه المجلس التاسيسي هذا من الاول ما عنده شرعيه.
طيب علاش ما نضيعوا الوقت احنا في الامور؟ لانه اذا كنتوا المبدا ما كناش موافقين عليه، حين نتفقوا على نمشوا على الارضيه اللي انتم ما قبلتوها، قلتوا الشرعيه دي مشكوك فيها ولا منتهيه. انا شخصيا راه ونقول لك تيار المحبه يوافق على ان شرعيه المجلس التاسيسي محل تو نظر ومحل طعن، وهو مفروض يكمل في عام واحد. هذا التزام الاحزاب الهاشمي داخلين في كتله، انتم كي غير اسستوا كتله. جمال عرفاوي معاك لا وفي وقت سابق انت وصفت مطالب المعارضه بحل المجلس التاسيسي بالانقلاب. لا لحظه، واليوم تايد المعارضه وتكون معناتها تايدها. لا عايش خويا، ما نسالش لو تكرمت اسمعني باش تفهم موقفي. اول شيء احنا ما دخلناش في الكتله اللي عملها سي عبد الرؤوف العيادي، هذا الخبر مغلوط لانه انت ما تسمعنيش في التلفزه الوطنيه، ممنوع صوتي انا في التلفزه الوطنيه. دونك مش يا سي جمال ما تغشش يا عايش خويا. لا مش المعلومه مش عايش نسمع في رايك سي محمد هاشم. لحظه، خذ المعلومه من عندي في برنامجك. مرحبا. نحن لم ندخل في هذه الكتله، عرض علينا واعتذرنا. لم ندخل في الكتله اللي اسسها حركه اسسها المؤتمر حزب المؤتمر وحركه كتله ائتلاف سياده الشعب. ايوه احنا طلعنا بيان قلنا احنا راينا ان البلاد محتاجه لشرعيه جديده، وأن الشرعية الجديدة لا تكتسب بمفاوضات الحوار الوطني اللي رعاها الاتحاد وشركائه، وإنما تكتسب من طرف الشعب التونسي بالعودة لانتخابات مبكرة. وهذا هو موقفي الأول أنا من شهر جويلية، وعندي بيانات موجودة نشرتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء. يكفي الأخ جمال يكتب محمد هاشم الحامدي في جوجل، بس لأنه غادي ممنوع أنا من التلفزة ما بطيش تسمع رأيي وما نظهرش في نسمة ولا في حنا بعل. ولذلك أنت تظن أني أنا من الأول قلت نرجعوا للشعب التونسي اما في استفتاء. سي الهاشمي بربي فما سؤال، سي الهاشمي فما سؤال جني توا من سي محمد بن نور. يقول لك على اي قانون انتخابي باش يتم استفتاء الشعب او الانتخاب من طرف الانتخابات؟ الانتخابات تتم كالاتي. اوكي، اذا نحن اتفقنا، اذا الاخوان سي محمد بن نور والاخوان في نداء تونس والناس كل اتفقنا انه احسن حل نرجع للشعب التونسي، عندنا قانون الانتخابات اللي اجرينا به انتخابات المجلس الوطني التاسيسي اللي هو اعتمد قانون سنه 2011 وبمقتضاه انتخب هذا المجلس. هذا القانون قائم وبه ننظم الانتخابات. يكون السؤال الثاني، من هي الهيئة التي تشرف على انتخابات مبكرة؟ إذا اتفقنا، وهذا البرنامج اللي انت تقدم فيه ممكن يكون نقطة تحول، إذا وافقوا السعد عايز المزوغي والإخوان في نداء تونس والأخ جوهر والإخوان الحاضرين. ما مش ممثلين على كل الأحزاب السياسية. لا لا نحكي لك، مش مشكلة، هي نحن توانسة نتحدث مع بعضنا. نحن نتحدث وناس قريب يتحدثوا في قنوات أخرى، وإن شاء الله الفكر مع الفكر بالنية الطيبة يوصل. إذا اتفقنا على المبدأ أننا نعود نطلب شرعية جديدة من الشعب التونسي، عندئذ يصبح النقاش من هي الهيئة التي تشرف على الانتخابات. أنا نظن أن هذه مش صعيبة، إما الثمانية اللي تم انتخابهم نكتفوا بهم سابقا لأنه كانوا بالتوافق ويشرفوا على الانتخابات، أو نجيبوا مثلا هيئة المحكمة الإدارية نطلب منها استثناء تتكفل بالإشراف على الانتخابات. واضح سي الهاشمي، واضح. إنما شوف الفرق، شوف الفرق الوحيد حتى الإخوان اللي حاضرين بحنا. واضح. أو باش ننقل مقطع سي عبد العزيز المزوغي. سي الهاشمي والله الحمدي، شوف هو راهو سي الهاشمي الحمدي كي تجي تشوف عنده الحق، لأنه هو المجلس التأسيسي الكل ما عادش عنده حتى شرعية. ومن المفروض وقت اللي توفى الشرعية يلزمنا نعملوا لها شرعية انتخابية جديدة، يلزم نرجعوا للشعب باش نقولوا له شكون يمثلك في القضية. المشكلة الأساسية أنهم أجماع هذوما كسروا الآلة اللي باش توزن الشعب مع شكون، هما كسروها بالعاني، نحاو سي الجندوبي وما عملوش جديدة. جديد هو كقاعدة بثمانية وكذا. هو سي الهاشمي حامدي قال لك نرجعوا ل 2011. استنى 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 استنى، هذاك محل نقاش، لانه اذا كان باش يفشل الحوار الوطني ما لازم نلقاو حلول اخرى. لانه الاساس الصحيح هو انه المجلس التاسيسي، لانه المعارضه يمكن ركزت على الحكومه، وثم رعاة الحوار الوطني ايش قالوا؟ هما راهو خلاوا المجلس التاسيسي باش نمنعوا المظاهر. ما هو المجلس التأسيسي هو الداء الأساسي في البلاد هذه، ما فماش حتى شك، لأنه المجلس التأسيسي ولا يخدم تحت إمرة مجلس الشورى تاع حركة النهضة، تاع جزء من حركة النهضة. ما فماش هك، شفت 89 نائب في من حركة النهضة، ولا نهار واحد منهم جاء ضد قرار وزادوا مع، لأنه المسألة كلها معقدة، لأن التركيبة السياسية كلها معقدة، لأنه التكتل زاد عنده مسؤولية كبيرة. التكتل والسي بي ار أعطاه للنهضة
كل دواليب الدولة، خاطر في تونس راهو يكذب عليك، عندك الداخلية والخارجية وال وال ووزارة العدل، معناها خلاهم يسيطروا عليهم، ما خذاو حتى واحدة منهم، خلاهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وتم التكتل عنده مسؤولية كبيرة في الدعاية، لأنه أكبر واحد يدافع على الحكومة هذه. لا 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 مش هكاك، مش هكاك. في إيطاليا، إيطاليا بتين وكراكسي كانت عنده 10%، هو ولا رئيس حكومة عنده 10%، ثم بتين وكراكسي خذار رئيس الحكومة 10% في شطر الليجيسلاتور، ومن بعد دهش عليهم قالوا ما نخرج ب10%. أما أنتم استبطنتوا اللي ما نعرفش كيفاش بعتوا وشريتوا، ما نعرفش عليكم التوى لغز عندي أنا كيفاش سلمتوا الحكومة والدولة كاملة، وأنتم عاملين تقولوا لايكين، وأنتم صوتوا لكم ناس ضد حركة النهضة، صوتوا لكم على خاطركم ضد حركة النهضة، أنتم بعتوا أصوات، فما تحيل على أصوات الناس. بالرغم سامحني سي عبد العزيز، بالرغم من الحوار ما نحبوش ويرجع للنقطة هذه، ولكن سي محمد عندك حق الإجابة وحق أنا باش نحيدوا بالحوار. أي بالضبط بسرعة باش نتجاوزوا النقاط. أولا عديد الأشياء ما صوتناش وصوتنا ضدها، وقع معناها التصويت فيها عندهم أغلبية بخلاف التكتل، مش تكتل. اثنين معناها باش نرجعوا تو الانتخابات ويوم 15 اكتوبر هذاك هو الساس. لا يوم راهو هذاك اللي خلق اللي خلق الوضعيه هذه. سي عبد العزيز خلي بليخ نرجع يوم 15 اكتوبر عملنا ندوه. سي الهاشمي، سي الهاشمي الحمدي باش يغادرنا، ناخذوا معاه المداخله الاخيره. سي محمد الهاشمي تختلف الاراء، يقولوا انه الحل نتاعك غير منطقي وغير وارد في الفتره هذه، ولكن نشوفوا طيار المحبه تقريبا منسجم كثيرا في مواقفه مع حركه النهضه، وتقريبا دفاعه مقنع على حركه النهضه على اعتبار يعتبر الحكومه شرعيه والمجلس وما افرز في الانتخابات شرعي، ولكن تحاول وكانه بخطاب اخر تقدموا فيها. انت تتكلم تلخص في موقفي لانك ماكش سامعه. انت نيتك طيبه، لانه انا صوتي ممنوع من نهار اللي طيحوا اصوات سيدي بوزيد زغرته. لا يبلغوا في صوت الكتلة متاعك في المجلس التأسيسي. أنا لا لا تبلغ في صوت محمد الحافي. اسمعني أنا من عام 86 منفي من بلادي، من عام 86 من عهد بورقيبة وبن علي تو، فنحبك تعرف أنا نهار اللي تسقطوا قوايم الناس تزغرت. فأنت توك تتكلم لأنك ماكش عارف موقفي. أنا أعطيك معلومة أنت غايب عليك. هاي تفضل ترى. أعطيك معلومة مهمة. أنا كلمت سلباجي قائد السبسي بعد الانتخابات. تو شكون فيه؟ بشهرين. كلمت سلباجي قائد السبسي قلت له يا سلباجي شنو رأيك؟ نحب نقترح في المجلس التأسيسي انك انت تكمل رئيس حكومه باش نحن نتفرغوا النواب لصياغه الدستور الاحزاب اللي فازت وانت تشرف على الانتخابات الجايه كحكومه وما تترشحش. قال ياسر الهاشمي انا موافق اذا يقبلوا الاحزاب هذوما، انا موافق نكمل رئيس حكومه باش اذا كان هذا يسرع في انهاء الدستور وفي خدمه البلاد. قدمت هالمقترح لوسائل الاعلام وخليت رئيس الكتله في البرلمان في المجلس التاسيسي يقول لهم يا توانسة شنو رايك نخلوا المجلس يتفرغ لكتابة الدستور وسلباش يكمل رئيس حكومة. ضحكوا علي وقالوا لا وزلاش من حامدي كيفاش تسمعوا كلامه. هاك تشوف اليوم لو كان سمعوا كلامي وقتها، لاني مهما كان نقولك حاجة بتواضع من غير غرور، راني متخرج من جامعة لندن وداخل الحبس عمري 19 عام، ونعرف الجماعة السياسة التونسية البربوطة كثر نعرفهم، كنت معاهم في الجامعة نفهم شوية في السياسة. المهم النهضة ما سمعتش كلامي، والترويكا اليوم يدفعوا ثمن عدم الاستماع ومع انهم ما خلاوش الباجي قائد السبسي يكمل وقتها. في فيفري لما استشهد شكري بالعيد الله يرحمه قلت لهم هنجيبوا محمد الناصر وقتها، خلينا نخلوا محمد الناصر رئيس حكومه والناس كلنا دعموه. ما حبوش جماعه قالوا يبقى حمادي جبالي. لو كان سمعوا كلامي وقتها راي الازمه دي ما ثماش. اليوم انا الراهنك يا سيدي ما نكفرش عليك الرهان او قدام المشاهدين، الراهنك بألف دينار انه باش يمشوا اسمعني باش يمشوا ويرجعوا للكلام محمد الهاشمي الحامدي اللي قلته في الجرائد وهاني قلته في برنامجك. لا يوجد حل لهذه الازمه، في ازمه ثقه كبيره بين الاطراف. يعني فماش حل في المستقبل، فماش حل الحوار الوطني. لا 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 الحل. لا لا الحل باش يجوه خلال جمعتين ثلاثه جمعات باش يوافقوا كلهم على موقف سي الهاشمي الحامدي. لا لا فهمني عايش خويا، تو انا نكلفك بكل احترام، نحبك انت تركز معايا. الموضوع مش الهاشمي، الموضوع تونس. باش يوافقوا على ان الشعب التونسي هو الحكم. واضح. تتخيلش انت غدوه معنا ماتش بين الكاميرون وتونس، الماتش اللي جاي هذا نتاع ترشح لكاس العالم، تتخيلش مباراه بدون اربيتر؟ تتخيلش يقولوا نحطوا لونترينور نتاع تونس لونترينور نتاع الكاميرون هم الحكام؟ كما تو الناس يحبوا يقولوا نحطوا الاحزاب هي اللي تحكم؟ لا، الشعب التونسي اللي حرر بلاده من الدكتاتوريه هو الذي يجب ان يتم العوده اليه. ولعلمك في بلغاريا وقت ازمه تو عندها شهرين ولاو عملوا انتخابات مبكرة وتوا إلى جمعتين في لوكسمبورغ في مشكلة متاع تجسس
الحكومة دعات الانتخابات مبكرة، فأنا اللي نعتقد به واللي نقترحه على الشعب التونسي هو أننا كنا ما نضيعوش الوقت في المفاوضات على رئيس الحكومة وعلى وزير الدفاع ووزير الداخلية، احنا ونداء تونس والنهضة والتكتل والمؤتمر والحزب الإصلاح وكل تونسي يشتغل في الساحة نتناقشوا فقط على الهيئة التي تشرف على انتخابات تشريعية مبكرة. أنا كنت مترشح لرئاسة الجمهورية، هاني متنازل على الرئاسة، نقول لكم برلمان يهمني. اليوم السيد الهاشمي الحامدي يتنازل على لا 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 نقول لك يعني الرئاسة لما تأتي سأترشح. إنما حبيت نقول لك أنه في الوقت الحالي عشان تعرف اللي يهمنا مصلحة تونس، وأنا نطلب من نداء تونس، أقول لك حاجة، الإخوة في نداء تونس هو عبد العزيز حاضر، أرجوه أن ينقل هذا ينقل هذا لقيادة الحزب. والله أفضل شيء للبلاد أن نبدلوا الموضوع في التفاوض ونشوفوا طريقة تنظيم انتخابات نزيهة ونجيبوا مراقبين دوليين ونمشوا للشعب التونسي. ابقى معنا سي الهاشمي، تو المقترح نتاعك وصل، خلينا نمشي سي ناجي جلول، طريق مسدود وطريق الحل اللي اقترحه سي الهاشمي الحامدي، المرور الانتخابات سريعه ربما بالهيئه الموجوده، يعني وصلنا للحل هذا، شنو ردك على الموضوع؟ انا والله ايش ردي تو سي محمد، مع احترامي وسي احمد، بربي هذه سياسه تو، لا نحطوا سي الباجي، لا نحطوا سي المستيري، لا نحطوا ضرتي، لا نحطوا، هذه سياسه تو، هذه برامج. شنو الفرق ما بين المستير ومحمد الناصر؟ بربي يقولوا هود هم ما ما حتى فرق راهو مش فاهم يا اخي، انا كلمتك على بعد الانتخابات يا هشمي بالله لحظه نتكلم مع بعض يا هو ما فهمش هو انا كلمتك على لحظه سي هشمي علاش تواسى كره السياسه فدوا منها الاخ يا ودي بربي سامحني انا استاذ انا الاستاذ فاهم ومش متخيل نهار 14 علاش صرنا ضد بن علي مش بن علي كشخص زرنا سياسه بن علي هكا نفهم انا سياسه بن علي بدات من 86 مش 87 هو سياسه البنك الدولي وسياسه صندوق النقد الدولي الا همش الارياف الا قال استثمروا في المدن نعملوا الخياطات الا قال اعملوا الصناعه المزمره انا ما تخدمش الطلبه الصناعه بتاعنا نتاع بن علي ما تخدمش الطلبه يحبوا عساس في الاوتيل يحبوا مراه تمسح به سياسه بن علي الكارثيه اعطاتنا ناس وقع اجتثاثهم من الريف خاطر الريف ما فيش استثمار وعملوا الاحياء الشعبيه والاحياء الشعبيه ولات محضه نتاع الارهاب معناها احنا هاو مش فاهم صرنا ضد سياسه بن علي 14 تو مش نرجعوا سياسه بن علي مش نرجعوا صندوق الدولي يا ودي ولات ناس تطلب جماعه الطلبه نحطوا له حيض راضي عليه البنك الدولي يا ودي شوفوا الارجنتين بلك البنك الدولي شوفوا البرازيل بلك البنك الدولي شوفوا ماليزيا قد حلول اخرى بنك معناها تو باش نحطوا حيد راهو ظاهر عليه البنك الدولي والقروض معناها كنا نطلبوا في عهد علي بلا السبحه تو شنو نطلبوا السبحه خاطر عندنا ضرر يا ودي هذه سياسه هذه سياسه سي جوهر بن مبارك معناها الكلام اللي نسمعوا فيه تو ما فماش امل في مواصله الحوار الوطني والحلول اللي كنت تسمع فيها قبل كل شيء نحب نقول انه كل صراحه يعني بعض السياسيين يمثلون عبئا على العقل. بالنسبه لمساله فما مساله مهمه قالها عبد العزيز هي مساله كسر الاله الانتخابيه يعني كسر ليزي نتاع لانجزه انتخابات 23 اكتوبر انا مش موافق لان ليزي نتاع 23 اكتوبر كمال الجردوبي لا تزال قائمه الذات بمقراتها باللوجيستيك نتاعها قائمه الذات قانونيا وفعليا وعمليا واعتقد انه في نهايه الامر سنعود الى ذلك لانه كانت مكسب بكل التحفظات اللي ممكن تكون عندنا على الهيئه هذيك لكن في نهايه الامر سنعود اليها وسترون اننا سنعود اليها. هذا تحليل ولا معلومه باش سنعود اليها سي جو؟ لا تحليلي انا تحليل. ومن سيقرر عودتها؟ سيضطرون للعوده اليها لانه ليس هناك اي خيار اخر. على كل حال اليوم توا رجعنا نقطة الصفر بقرار المحكمة الإدارية انتهى كل ما قام به المجلس التأسيسي بخصوص الهيئة المستقلة للانتخابات يعني إعادة ترشيح مترشحين جدد ولا تزال عندنا آلة قائمة الذات وعندها مقراتها ولوجيستيكاتها والموظفين نتاعها والأجور نتاعهم كل شيء قائمة الذات إلى حد الآن والقوانين المنظمة لها لا تزال نافذة إلى حد الآن لم يتغير شيء. علاش؟ سؤالك الأمل في الحوار استئناف الحوار استئناف الحوار إلى آخره أنا أعتقد أن الوقت لم يحن بعد للدخول لتدخل الأطراف في حوار جدي. أولاً متفق تماماً مع أن مسألة الحكومة ليست الأولوية القصوى في الحوار الوطني وأن الإشكال الكبير في تونس ليس الحكومة هو المجلس التأسيسي وأن مربط الفرس وأن المعارضة بدأت بعد أن استردت زمام المبادرة
ودعني يعني أقول كلمة على المعارضة أيضا بعد ما استردت زمام المبادرة بالمد الشعبي اللي جاء إلى باردو في 6 أوت إلى آخره وغيرها من التظاهرات، وكانت مطالب واضحة ووضع الأصبع على موطن الداء الحقيقي للأزمة التي تعيش فيها تونس، فقد زمام المبادرة عندما تخلى على هذا المطلب الرئيسي، وبدأت العجلة تدور بالوراء عندما تخلت المعارضة على المطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي. دعني أكمل لأني عملت دورة فلتني في دورة. نرجع لك. لا نكمل تحليلي. المشكلة الكبيرة هو أن الأطراف اليوم في الحوار الوطني تعمل على ربح الوقت، النهضة تعمل على ربح الوقت، ولكن السؤال لماذا تريد أن تربح الوقت؟ أنا اعتقادي أن النهضة واخذ قرار داخلي بأنها تريد أن تدخل إلى الانتخابات القادمة من موقع خارج الموقع الحكومي، هذا سيمكنها من تعزيز موقعها الانتخابي ومحاولة طمس جزء من جرد الحساب لحكومة النهضة لمدة 2 عام أمبيلان نواخ. تفضل انتخابيا أن تدخل إلى الانتخابات من موقع المعارضة وليس من موقع السلطة، ولكن متى سيكون هذا؟ هذا هو السؤال، متى ستخرج وتسلم مقاليد الحكم؟ أعتقد أنها تريد أن تخرج من الحكومة قبل الانتخابات بفترة قصيرة كفاية حتى لا تستطيع الحكومة القادمة أنها تحل انتخابية. أنها تحل مس... لا لا نواصل دقيقة واحدة. لا مش هرجع لك سامحني مش يخص علينا الهاتف، مش نرجع بسرعة ونختم مع سي الهاشمي الحامدي في دقيقة بربي سي الهاشمي، في انتظار تحقق المشروع اللي كنت تطرح فيه توا واللي كنا نتناقشوا فيه، كتلة الحرية التيار المحبة داخل المجلس التأسيسي وممثليها، شنو الخطوة القادمة؟ مش يعلقوا نشاطهم في المجلس التأسيسي، مش يواصلوا مع الكتلة بتاع الائتلاف الحاكم، شنو باش يعملوا بالضبط في انتظار تحقق المشروع اللي تحلم به؟ شوف أول حاجة أنا أشكرك على الاستضافة، تكلمت مع ضيوفك كلهم أولاد بلادي هم باحترام، وأسفني أنه الأخ جلول ما بدلنيش الاحترام هذا، يعني لما قلت أنه في 2011 قلنا نكملوا عام انتقالي آخر باش نعملوا دستور، يظل لي كلام منطقي. فكيقول لي هذه سياسة وما هذه سياسة، توا أنا زعيم التيار الثاني قدمت نفسي للشعب والشعب أعطاني الكتلة الثانية وولد بلادك، فأنا هو ما يقفش فأنا نحب نقترح عليكم أنه نحن التوانسة نخفوا شوية، نحترموا بعضنا أكثر ويغفروا بعضنا لبعض، مثل شو يحمل بعضنا البعض لحسن النية، واضح لأنه هذا حتى نحن الكراهية راهي باش تودرنا، واضح واضح. والحاجة الثانية نعطيك المعلومة، وقال أنه يحكي بصفة عامة على السياسيين. لا بربي جاوبني على سؤالي سي الهاشمي. أنا اخترت أنا اقترحت في 2011 أننا نسرعوا الركز على الدستور، مش هذا اللي تحبوه أنتم اليوم؟ أما صندوق النقد الدولي اللي يحكي عليه هو، هذا أمر تتكفل به حكومة منتخبة وهي الشعب يحاسبها من الانتخابات للانتخابات، حكومة عندها شرعية. أنا اللي نقول لك عليه هو الآتي، نواب المحبة، نواب تيار المحبة داخل المجلس التأسيسي وخارج المجلس التأسيسي سيرفعون أصواتهم في كل منبر يتاح لهم، وسيضغطون على الإخوة في الاتحاد والإخوة اللي مشاركين في الحوار الوطني هم إخواننا ونحترمهم، أننا يجب أن نتجه لانتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمان جديد يكمل الدستور وحكومة تتولى المهام الجسيمة في إصلاح شؤون البلاد اقتصاديا واجتماعيا. ربي ما جاوبتنيش سي الهاشمي بالضبط، يعني نواب طيار المحبة باش يواصلوا نشاطهم داخل المجلس التأسيسي وإلا باش يعلقوا نشاطهم؟ ما هو إذا كان توها، وإحنا نقول لك حاجة، غدوة باش ربما غدوة باش نقابلوا ناس من نداء تونس، إذا أقنعنا الإخوان في نداء تونس بأنهم يغيروا موقفهم مثلا ويمشوا معنا في اتجاه انتخابات مبكرة، وباش نحاولوا نعملوا اتصالات باش نتقابلوا مع الحزب الجمهوري ومع حركة النهضة ومع المؤتمر ومع التكتل باش نحاولوا نقنعوهم انه ما نضيعوش اوقاتنا في حكايه وزير اول وزير دفاع وزير داخليه، نمشيو للانتخابات. اذا اتفقنا على مبدا الانتخابات يولي وقت قريب قدامنا باش نتفقوا على هيئه تشرف على الانتخابات وعندنا قانون موجود، ونعود الى الشعب التونسي الذي هو صاحب القرار وصاحب الامر في الموضوع هذا. فنحن سنجري مباحثات مع كل الاحزاب، فقط نطلب منكم شيء واحد، انتبهوا انهم يسمعوا فيكم الناخبون التونسيون الذين صوتوا لحركة النهضة، لا تخيفوهم، لا تشعروهم أنهم غرباء على بلادهم. أنا قريت الأخت يسارية تقول جماعة النهضة ارحلوا عنا، لا يمكن أن نعيش نحن وإياكم في بلد واحد.
احنا رانا بلاد واحده وتوانسه. لا الكلام الكلام من جهتين سي محمد هاشم الحمدي، الكلام من جهتين طول الفضاءات الافتراضيه ولات فيها معناها لهجه سياسيه عاليه جدا، ولا معناها ما عادش تفرز الخطاب المنطقي والخطاب انا ادعو الى المحبه والوحده الوطنيه. واضح سي الهاشمي الحمدي، بارك الله فيك على التدخل معنا الليله وعلى التفاعل مع ضيوفنا في الحصه. سي عبد العزيز المزوغي عندك برشا ملاحظات تقريبا، بالله خليني في نقطه قطعتني على جملتي انت باه نرجع مع سي جوهر ميسيج فما حتى مشكل بأريحية معنا صحيح. قلت انا انه فما سياسه لربح الوقت، النهضه قررت ربما ان تدخل الانتخابات من موقع اخر وتريد ان تخرج من الحكومه في فتره قبل الانتخابات، مرحله قصيره كفايه حتى لا تستطيع الحكومه الجديده ان تفتح ملفات الفساد وملفات الاغتيالات وكذلك مسألة التعيينات، وما نكونوش عندها المدة الكافية من أجل فعل هذا، ولكنها أيضا تريد أن تخرج من الحكومة في فترة طويلة كفاية حتى ينسى الشعب والذاكرة الجماعية للشعب التونسي، تنسى يعني مدة حكم وفترة حكم النهضة لمدة سنتين. هذه الفترة، هذه المرحلة اللي ما هيش قصيرة برشا وما هيش طويلة برشا، أعتقد أنها ستكون بين 3 أو 4 أشهر، بمعنى أن حركة النهضة ستخرج من الحكم فقط 3 أو 4 أشهر قبل الانتخابات. هذا لماذا؟ لما راشد الغنوشي تم استجوابه في الاستجواب الأخير على أحد الشاشات التلفزية، كان تأكيده على مسألة واحدة: نحدد موعد الانتخابات كعقدة، تحل عقدة المفاوضات والحوار الوطني، لأنها إذا تم تحديد موعد الانتخابات يعني كوم أن بوان دونكراج فيكس إي سيرتان، العد التنازلي لفترة الخروج من السلطة يصبح قابل للقراءة. ولهذا أنا أقول بأن الحوار الوطني سيبقى معطلا بهذه الطريقة، أولا على رئيس الحكومة، ثم على أعضاء الحكومة، ثم على الدستور، ثم على القانون الانتخابي، ثم على الليزي، إلى أن يتم تحديد موعد الانتخابات ليبدأ العد التنازل، وهذا لن يكون قبل 3 أو 4 أشهر. أعتقد أن الحوار الجدي سينطلق في نهاية شهر جانفي 2014. واضح سي جوهر، باش نرجع بعد مع سي عبد العزيز، ولكن خلينا توا نخرج فاصل وبعد نشوفوا تقرير يحكي على رأي آخر، موقف النواب اللي ما انسحبوش من المجلس التأسيسي أو ما علقوش نشاطهم في المجلس التأسيسي، فما رأي آخر داخل المجلس التأسيسي. بعد الفاصل نرجع الحوار.